اهلا بحضراتكم من جديد يا كابتن يحيى. يمكن اجي لحضرتك لو انت بتتفرج على التقرير، اكيد ده مجهود شهور وايام. اكيد من اول ما بدات الموسم، خلاص الموسم الصفحه القديمه اتقفلت والصفحه الجديده اتفتحت، كان اكيد ليك استراتيجيه معينه عايز توصل لها. ايه الاستراتيجيه اللي اشتغلت بيها؟ هل دعم اللعيبه بس ولا هل برضه في شق فني؟ اكيد جزء منه دعم اللعيبه طبعا، السكاي سوندوس وغاده اللي هم اضافوا على الفريق طبعا، والحاجه الثانيه اللي هو سيستم اللي انت كبنات داخل تخش البنات فيه نظام تاني جديد غير كمان غير لما جيت، اللي هو الهدف بتاعنا ايه. الهدف بتاعنا اسعاد الثلاث بطولات بتوعنا او الاربع بطولات بتوعنا، ده مش هيجي بالكلام، ده يجي بالفعل، واكيد ده باين في النتائج، باين في طريقه اللعب بتاعتهم ان هي اتغيرت، اللياقه البدنيه بتاعتهم، الخطط اللي هم بيعملوها، الشكل التكتيك لحد كلها هم بنى عليهم. الكلام ده مش كلامي انا كابتن، يعني انت يمكن ما مرنتش سيدات قبل كده، انت كل شغلك كان مع الرجال والولاد. أيوه. فتجربه جديده اكيد انت ممكن كنت تبقى قلقان، وهل اللي بيطبقه مع الولاد والرجال ينفع تطبقه مع الانسات والسيدات؟ صعب يعني برضو فكر. لا هو صعب. ينفع بس مش 100%، يعني القوه والسرعه هي اللي يختلف، بس المهاره لازم تدي مهاره، هي المهاره هي بتفرق، بس القوه والسرعه. اما المهاره طبعا الولاد او الرجال اقوى بكتير كدوري وكنظام اكبر ولحد كلها كمان. ده طبيعي ان في حتى الفرق اكتر. الاهلي وزمالك كاس مصر الفاينل بالظبط. فطبعا احنا اشتغلنا على الكلام ده، وانا بكلم الولاد دايما يعني بدي محاضرات دايما ولحد كلها، ان هم كمان دخلوا في سيستم جديد ان هو عليهم اول مره، ان هو بقى ان المرشاط بتاعتنا دلوقتي بقى فيه محلل الاداء ان هو يقطع المباريات ونشوفها ونشوف اخطاء. ده كان سيستم جديد عليكم صح يا سندس؟ يعني بتالي لا سندس بس بيتهيألي كان جديد على اللاعبات، يمكن موضوع التأثير جديد اللي هو بقى فيه نظام، في سيستم ماشيين عليه. كان مثلا لو احنا في معسكر رايحين بطوله يسحب بميعاد، في محاضره فيديو الساعه كذا، في محاضره نظر الساعه كذا. خدت سيستم الولاد طبقته؟ اكيد. ما هو انا شايف ان هو السيستم لازم يكون واحد. صحيح ان السيستم بين الرجال والسيدات هو واحد المفروض، والهاندبول المفروض ان هو واحد، مع اختلاف طبعا الفروق الفرديه بين الولد والست. يعني هو طبعا اقوى واسرع بتاع، بس في اوقات بيبقى اللعب يعني لعب السيدات بيبقى امتع. يعني سندس يعني في اوقات مثلا نقول كره الطائره، مثلا كره الطائره في السيدات بتبقى امتع من الرجال. ليه؟ لان الرالي بيبقى طويل، النقطه بتقعد وقت اطول، الرجال رفعه تلاقي النقطه بتخلص في دقيقتين ثلاثه لان الشوط اقوى.